ومع اقتراب العام 2020 من نهايته ومن خلال الفقرة المخصصة للوقوف على حصاد العام الإخباري وللحديث عن الملف السوري الذي شهد تطورات كبيرة خلال العام الماضي، ينضم إلينا السيد ياسر النجار متخصص في الشأن السوري عبر سكايب من إسطنبول. أستاذ ياسر النجار، بداية مرحبا بك. مياه كثيرة جرت في نهر الأزمة السورية خلال العام الذي شارف على الانتهاء. يبدأ العام بمقتل قاسم سليماني، مهندس العمليات العسكرية للحليف الإيراني الأهم للنظام. كيف أثر مقتل سليماني على الميليشيات الإيرانية والموالية لها والداعمة للنظام؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم، حياكم الله. يعني نستطيع أن نقول أن العام 2020 ابتدأ بما يعرف بمقتل ومصرع قاسم سليماني. نعلم جميعا أن قاسم سليماني هو الحاكم العسكري الحقيقي على الميدان في الأراضي السورية، هو من يسيطر على الميليشيات الفارسية الإيرانية، وبتصوري يعني هو يستطيع أن يدير كل عمليات عسكرية ويقوم بأشياء يعني بدون حتى علم النظام، نظام الأسد، كون أنه يعتبر نفسه كما صرح في الآونة الأخيرة حسن نصر الله على أنه هو من يدير الملف الأمني والملف العسكري، وهو صاحب الفضل لإبقاء ما يعرف بنظام الأسد. بتصوري مع نهاية العام 2019 كان القرار واضح بالنسبة للنظام على الخيار بأن يسدل الستار على ما يعرف باتفاقية سوتشي أو يعني حصيلة الأستانة، وهو التجاوز على ما يعرف بمنطقة خط التصعيد الرابعة إدلب على وجه التحديد. انطلق هذا الأمر مع أواخر العام 2019 باستعادة النظام لما يعرف مناطق شمال حماة والريف الجنوبي لإدلب، خان شيخون، قلعة المضيق. مع مطلع العام 2020 كان هناك الاستيلاء على طريق معبة النعمان. بتصوري يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تراقب يعني مسار العسكري ومسار خرق كانت قد يعني قدمته روسيا على أنها هي التي ستدير الملف السياسي وهي التي ستحافظ على ما يعرف بالأمر الواقع سواء في المناطق شمال غرب سوريا أو مناطق شمال شرق سوريا. بتصوري كان قاسم سليماني هو المعضل بهذا الأمر، وبالتالي كان استهداف قاسم سليماني استراتيجية أمريكية من أجل أن تستمر حالتها لإدارة الصراع ولا تسمح بما يعرف بطغيان الحل العسكري الذي لطالما كان حلم يراود قاسم سليماني، وهو الذي استهدف الشارع السوري، الشعب السوري والمدنيين السوريين. وآخره كما ذكرت هو استهداف المنطقة خفض التصعيد الرابعة التي هي ضمن اتفاقية سوتشي. أستاذ ياسر النجار، يعني مع انتهاء الربع الأول من العام 2020 وتحديدا في الشهر الثالث، تشكلت اللجنة الدستورية في إطار الحل النهائي للأزمة السورية. جدل كثير طبعا أثير بشأن تشكيلها. مع نهاية العام الجدل يعني طال أيضا أعمالها. كيف تقيم عمل اللجنة الدستورية وإلى أي مدى قدمت المأمول للشعب السوري؟ يعني بتصوري اللجنة الدستورية هو أيضا مسار من المسارات التي أوجدته روسيا بعد أن قرأت إرادة المجتمع الدولي بأن يكون هناك يعني مزيد يعني على الأقل تقدم شيء ما على مسار الحل السياسي. نعلم أن مسار التفاوض جنيف هو معطل بشكل كامل، لا وجود لأي جلسات حوار، وبالتالي كان هناك توافق روسي تركي على دعم ما يعرف بمسار اللجنة الدستورية، وتم الإعلان عن اللجنة الدستورية في عام 2019. بدأت مسارات أو جلسات اللجنة الدستورية يعني في ما يعرف بأواخر عام 2019، وتم تعطيل هذا المسار حتى الفترة الأخيرة بعام 2020. كان هناك جلستين الثالثة والرابعة. بتصوري يعني الجميع يعلم أن هذا المسار ابتداء هو فقط من أجل أن يكون هناك إرضاء للإرادة الدولية وللشعور العام أن هناك تقدم على المسار السياسي. نعلم أن مسار اللجنة الدستورية هو مسار تجاوز حسب القرار 2254 مسار الحل السياسي. مسار الحل السياسي يطرح أن يكون هناك هيئة حكم انتقالي
هي التي تشكل اللجنة الدستورية. آخر المطاف تم تشكيل اللجنة الدستورية، وبدأت هذه اللجنة الدستورية كأنها هي المسار الوحيد الذي يعمل على الأرض، علما أننا نعلم أن حتى هذه اللحظة لم يتقدم ولا صفحة ولا حتى مقدمة في الدستور، علما أننا نتكلم عن 4 جلسات. ونعلم أيضا أن هذه يعني هذا المسار آخره في نهاية الأمر هو كأنه مسار وظيفي، مطلوب منه أن يهيئ لعملية انتخابية مع تجاوز القرار 2254. هذا ما صرح عنه بيدلسون في يعني طرحه الأخير، استعراضه الأخير للأمم المتحدة، كان طرحه لا يعني لا يعرج على قرار 2254 بحسب صياغته، وإنما كأنه يطرح مسار جديد وهو لجنة دستورية قد لا تنجز، ولكن في نهاية المطاف قد يكون هناك الدستور الروسي جاهزا شأنه شأن دستور بريمر ويطرح على الطاولة، وبالتالي يتم تجاوز عقبة الدستور وينطلق المسار الانتخابي ويكون هناك تجاوز للقرارات الدولية وإشراك بشار الأسد في العملية الانتخابية. وبتصوري المعارضة السورية تكون مسؤولية سلبية جدا على تجاوز مثل هذه الأمور وتطبيق مسار كما يرتقي الروس. نعم أستاذ ياسر، يعني تزامنا مع عمل اللجنة الدستورية يبدو أن كل تفاهمات مؤتمر سوتشي ومخرجاته باتت والعدم، يعني بحسب ما يرى البعض، سواء في يعني الخروق التي أصبحت مستمرة على كل الأصعدة، وأيضا تراجع الضامنين أمام هذه الخروق. إلى أي مدى توافق على من يرى أن سوتشي لم تعد مرجعية لحل الأزمة السورية أو حتى لوقف الانتهاكات التي يعاني منها المدنيون؟ يعني أتفق مع هذا السيناريو، مسار سوتشي أصبح يعني من الماضي، لم يعد هناك تفاصيل لمسار سوتشي. نعلم أن مسار سوتشي هو الذي طرح مفهوم مناطق خفض التصعيد، تم تجاوز كل هذه المناطق. مسار سوتشي هو الذي رعى ما يعرف بنقاط المراقبة التركية، وآخر نقطة للمراقبة التركية اليوم جرى الانسحاب منها. إذا لم يعد يوجد أي بند من بنود مسار سوتشي، بتصوري هذا الأمر بسببين. السبب الأول أن روسيا ترى أن مسار سوتشي كان هو مسار زمني فقط لإضاعة الزمن، وأن يكون هناك إملاء يعني على المسار يعني الأزمة السورية. الأمر الثاني أنا بتصوري أن هناك تجاذبات روسية تركية بخصوص مسار سوتشي، الأمر الذي يقتضي أن يكون هناك قمة على مستوى الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي بوتين من أجل أن يكون هناك مرحلة جديدة. مسار سوتشي لم يكن هو مسار لحل الأزمة في سوريا، وإنما هو مسار لتمضية الوقت. كما ذكرت الآن نحن نتكلم عن قوات عسكرية تركية خارج إطار مسار سوتشي تتواجد في مناطق جبل زاوية وبأعداد كبيرة، نحن نتكلم عن حالة تمترس ومن خلال فصائل الجيش الحر في مناطق إدلب. يعني لي أن هذا الأمر أي تصعيد من الجانب الإيراني، لو كان قاسم سليماني لشاهدنا مثل هذا التصعيد، أي تصعيد من الجانب الإيراني قد يكون لا يحمد عقباه، كون أن تركيا لن تسمح بعد تواجد هذا الآلاف الأعداد الألفية لمقاتلينا وهذه الترسانة العسكرية لن تسمح بتجاوزها في مساحة إدلب. وبالتالي أنا تصوري سيكون هناك إما اللجوء إلى ما يعرف إلى مجلس عسكري يتم التوافق عليه بين الدول المتدخلة في الشأن السوري والتي يعني لديها نفوذ، أو يكون هناك تقدم على المسار السياسي، أو يكون هناك مفاوضات ثنائية جديدة تجمع ما بين روسيا وتركيا. طيب أستاذ ياسر النجار، أيضا يعني مع اقتراب نهاية العام صدر قانون قيصر الذي بموجبه تفرض عقوبات على نظام بشار الأسد أو حتى على بشار الأسد، إلى أي مدى ترى أن القانون ومخرجات القانون قد حقق المطلوب منه، يعني بوقف على الأقل الانتهاكات أو تحجيم نظام الأسد تمهيدا لعزله؟ يعني بتصوري الأسد أوصل سوريا إلى ما يعرف بالدولة الفاشلة. بشار الأسد هو الذي أدخل القوات العسكرية الروسية وأيضا الميليشيات المرعية من قبل إيران، وبالتالي وصلت سوريا إلى ما وصلت إليه من حالة دمار وقتل وتهجير وكل ما إلى ذلك. بتصوري قانون قيصر أتى في مرحلة كانت روسيا تسعى إلى ما يعرف بإعادة تدوير النظام وإعادة التطبيع العلاقات ما بين النظام الأسد وبعض الدول العربية، شهدت بعضها فتح لبعض السفارات، أتكلم عن سفارتين تم فتحهما وكان الحبل على المنوال، وأيضا كان هناك نوع من يعني التوافق لبعض الدول الغربية التي كانت بدأت تشهد
التطبيع لهذه العلاقات بتصور قانون قيصر ألجم كل هذه المحاولات. تم إيقاف إعادة تدوير النظام. روسيا وصلت قرأت الرسالة بشكل واضح، الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بإعادة تطبيع النظام وإعادته إلى الواجهة السياسية كون أنه نظام ارتكب كل هذه الجرائم. قانون قيصر أشار بشكل واضح إلى أن هناك عقوبات ستفرض على أفراد وعلى دول وعلى مؤسسات تتعاطى مع النظام بعد أن ثبت بالدليل القاطع مسؤولية النظام ومسؤولية البنك المركزي حول تمويل عمليات قتل السوريين. بتصوير قانون قيصر يعني أشار بشكل واضح وجلي أن بشار الأسد فاقد للمشروعية، متهم حسب القوانين الدولية، مجرم حرب، وبالتالي إعادة تدوير هذا النظام أصبح وراء ظهر الإرادة الدولية. لذلك قانون قيصر يعني يوصل رسالة مفادها إلى أن بشار الأسد هو المسؤول الأول والأخير. يعني هل حقق المطلوب منه الأمور في سوريا؟ هذا لن يستطيع بشار الأسد تجاوز مثل هذا القرار، ولن تستطيع روسيا أن تعيد تدوير نظام بشار الأسد. هذا القانون قانون قيصر هل حقق المطلوب منه؟ يعني قانون قيصر كما نعلم جميعا هو لن يعني يسقط نظام بشار الأسد، شأنه شأن كل العقوبات التي تفرض على كل الأنظمة السياسية، ولكن هذا القانون أشار بشكل واضح إلى من هو المجرم. بتصوري هناك نفس سياسة النفس الطويل التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي مسرورة بإطالة فترة الأزمة في سوريا، هناك استنزاف للجميع فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا لن تصبر على عملية الاستنزاف، وبالتالي هذا القانون قمع من يعني طموح روسيا في إعادة تدوير النظام وإعادة إعمار سوريا بتجاوز موضوع مسؤول النظام. يعني البعض يقول بأن نظام قانون قيصر هو في الحقيقة يستهدف إيران، يعني والدليل بحسب ما يرى الكثير هناك تزايد في العمليات العسكرية والقصف الجوي من الكيان الصهيوني على الميليشيات الإيرانية في سوريا، وخاصة يعني مع اقتراب رحيل ترامب الذي دخل في يعني مرحلة تزايد لهذه الهجمات. إلى أي مدى تتفق مع من يرى ذلك؟ يعني لا أحد ينكر أن إيران تعتمد سوريا ورقة من أوراق اللعب النفوذ في المنطقة. لا أحد ينكر أن إيران مسؤولة عن جرائم جرت في سوريا وفي بلدان أخرى. لا أحد ينكر أن هناك حالة تجاذب لردع المشروع الإيراني في تمدد نفوذه في لبنان، في سوريا، في اليمن، في العراق، في كل هذه البلاد. وبالتالي كانت هناك حالة تجاذب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية التي أرادت من حد نفوذ إيران الذي سمح لها أو رخص لها إدارة أوباما السابقة. بتصوري يعني إيران كانت تعي أيضا إلى أنها لن تنجر إلى حرب بشكل مباشر في إيران، وبالتالي كانت لا مانع لديها من حالة التجاذب التي تحصل في سوريا أو في العراق. أنا بتصوري أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كانت تستعين بإسرائيل لتقوم بالعمليات الغير النظيفة، وبالتالي استهداف مصالح ومخازن ومستودعات تطوير السلاح الإيراني التي تتواجد في مناطق جنوب سوريا والتي استخدمت في قتل الشعب السوري كانت هي محطة واضحة في عام 2020. كان هناك الكثير من عمليات القصف. بتصور إيران ستصل في نهاية المطاف إلى أن تقول أن الورقة السورية هي ورقة لعب قد تطرح على الطاولة في أي لحظة، وبالتالي المسار التفاوضي الإيراني في عام 2021 قد يلزمها أو يفرض عليها أن تتنازل على هذا التمدد وهذا النفوذ الذي طغى في سوريا على حساب باقي الدول. طيب، التي لا ترغب بأن تكون إيران صاحبة النفوذ. أستاذ ياسر النجار، أخيرا يعني مع انتهاء العام هناك هرولة لبعض الأنظمة العربية، هرولة نحو التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. هناك من تحدث أيضا عن تطبيع محتمل من قبل النظام السوري. إلى أي مدى تتوقع ذلك ليكون ربما قبلة الحياة لنظام بشار الأسد؟ طبعا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة ترامب كان هاجسها أن يكون هناك استغلال وتخويف بالتمدد النفوذ الإيراني من أجل أن يكون هناك حالة من التطبيع وتسويق لكيان الإسرائيلي. الآن روسيا قرأت هذا المشهد بشكل واضح، وأنها ترى أن إذا لعبت دور الوسيط ما بين النظام وإسرائيل سيكون هناك فرصة لإعادة تدوير النظام. هذا ما شهدته الأيام الأخيرة من حالة تواصل يعني متواتر ما بين الإدارة الإسرائيلية وبوتين، على وجه التحديد نتنياهو بوتين. أنا بتصوري هذه ورقة ستلعبها
روسيا، إسرائيل قدمت رسائل بهذا الاتجاه، ونظام بشار الأسد سيكون مفتاح تطبيع محور المقاومة. لذلك أنا بتصوري حتى إيران قد ترى أن عملية التطبيع بشار الأسد مع إسرائيل إذا كان هو مصلحة فلا مانع لديها، حتى إذا ما وصلت هذا الأمر يعني إلى إيران نفسها. بتصوري إيران لعبت دورا كبيرا ومحوريا في عملية تطبيع الدول العربية، وبتصوري سيكون سوريا أحد أوراق اللعب التي يمكن تستخدمها إيران في موضوع مسألة التطبيع مع إسرائيل. شكرا لك أستاذ ياسر النجار المتخصص في الشأن السوري، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.